السلام عليكم شباب، ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول سيكشن في مادة الهيدروليك ماشين. طبعا المادة ان شاء الله هتبقى سهلة، مفيهاش اي حاجة. اهم حاجة تبدأ بس بحل الشيتات، تمام، مع الدكتور منى. طبعا انت تقرأ تشوف المحاضرة معاها، وبعد كده هتحاول تشوف الفيديوهات بتاعة السيكشن وتحل الشيتات، بس كده هتلاقي الدنيا سهلة والدنيا تمام خالص. هي مادة لذيذة، جزء بيتكلم عن البامبس وجزء بيتكلم عن التربنز. جزء البامب هنتكلم فيه عن الافشنسي بتاعه البامب، ايه هي البامب دي، الكفاءات، ازاي كفاءات البامب اللي بتميزها هي ايه، الافشنسي اللي هتقابلك في البامب، ازاي تقدر تفرق بين البامب والبامب دي. لو انت بتعمل حاجه في الـ في الـ انت مثلا عندك مكان، عندك بايب لاينز وعايز تجيب بامب معينه، البامب اللي انا هختارها دي اختارها على اساس ايه. هنتكلم عن ظاهره معروفه جدا في البامب بتحصل نتيجه تشغيلها اللي هي الكافيتيشن. بعد كده هندخل في ازاي نحسب الهيد بامب، ازاي لما يبقى عندك مثلا بايب لاينز او عندك مكان عايز ترفع الميه او ترفع الفلويد من مكان للتاني، ازاي تقدر تختار البامب اللي انت عايزها بحيث تنقل لك الفلويد من المكان للمكان اللي انت عايز توصله. هنعرف برضو الفلوستي ترينج، المثلث السرعات الخاص بالسرعات او الفلوستي اللي هنتعرض لها في البامبس، ده الجزء الخاص بالبامب. بعد كده هندخل على التيربنز، هنتكلم برضو شوية عن الهيد اللي هي الهيدروليك تيربنز بالاخص. هنتكلم على الهيدروليك تيربنز طبعا اللي بيدخل فيها فلويد مش بيدخل فيها غازات زي الرانكين والبرايتون سايكل اللي انتوا خدتوها في السيرمو لكن احنا بنتكلم على الهيدروليك تيربنز اللي بتبقى في السدود او بتبقى في المناطق اللي انت بتولد بيها كهرباء نتيجه ارتفاعات المياه، بتدخل لها بتدفع مياه بطريقه معينه بحيث اللي هي تولد لك الكهرباء دي اللي احنا هنتكلم عنها، اللي هي الهيدروليك تيربنز. الهيدروليك تيربنز بكل انواعها، تمام. برضه هنتكلم في الفلوستي ترينجلز وهنتكلم عن الافشنسي بتاعتها وهنتكلم على ازاي بنقدر نحسب الكلام ده كله. بس هو ده اللي احنا هنتعرض له في المنهج بتاعنا او في الكورس بتاعنا. اول حاجه هنبدا فيها هنتكلم على البامبس، وده موضوعنا النهارده. البامبس هي ايه؟ البامب دي عباره عن ماشينز بتدخل لها فلويد بتستخدمها لما تكون عايز تنقل الفلويد من مكان للتاني. يعني انت مثلا عندك الفلويد ميه في تانك وعايز توصلها لتانك على ارتفاع مثلا 20 متر 30 متر 50 متر، او عايز توصل الفلويد عندك في شركات البترول مثلا او في اي في شركات الميه، عايز توصل الميه او البترول من مكان للتاني. فانت بتعمل حاجه اسمها البايب لاينز، خطوط مواسير. المواسير دي بتبدا تضخ لك الميه من المكان اللي انت عايز توصله منها للمكان اللي انت من المكان اللي انت بتاخده منه للمكان اللي انت عايز توصله، تمام، عن طريق ماشينز. الماشينز دي هي البامبس، تمام. طيب ايه فكرتها وايه شكلها؟ طبعا احنا بنتكلم على السنترفيوجال بامب. طبعا في انواع كتير للبامب زي ما انت خدته في المحاضره، اللي احنا هنتكلم عنه هو السنترفيوجال بامب. دي بيبقى شكلها Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video we will have a ده شكل السنترفيوجال بامب زي ما انتم شايفين كده، بتبقى على شكل سنترفيوجال، بتبقى من النص بيدخل لها الفلو من النص يدخل من النص وبيطلع الاوتلت من هنا. ده طبعا الامبلر او الريشه بتاعه السنترفيوجال بامب. الامبلر ده ليه انواع كتير زي ما انتوا خدتوها في المحاضره، في اللي هو سيمي اوبن والاوبن والكلوز، تمام، بيبقى عباره عن ريش، والريش بتبقى محصوره في كفر زي ما انتوا شايفين كده، بسميه امبلر، تمام. الميه بتتسحب من النص هنا، ده الانتيك، ويبدا يدخل الضغط حوالين الريشه وبين الفوليوت او الكيسنج بتاع البامب بالشكل ده. ادي الميه طالعه او الفلويد اللي طالع عندي، ويبدا يسحبه وبيطلع. طبعا هي معتمده على حاجتين، اللي هي بتديك سرعه وبتديك ضغط. يعني بتاخد منها اللي هي بتاخد منها كيو فلوريت، وبتاخد منها بريشر، بتاخد منها الاثنين. ده على حساب ده، يعني لو هتديك كميه فلوريت كبيره هيبقى على حساب الضغط، لو هتديك كميه فلوريت قليله هيبقى حساب البريشر، تمام. بمعنى او بابسط مثال، لو انت عندك موتور الميه اللي هو سنترفيوجال بامب، يعتبر سنترفيوجال هو موتور الميه عندك في البيت، الدور الاول بيجي لك كميه فلو كبيره جدا، تمام، لكن مش محتاجه ضغط ايه عالي لان الارتفاع مش كبير. لكن لما توصل للدور العاشر او ال11 او ال12 الادوار العاليه محتاج ضغط، فبالتالي
بتاخد الضغط على حساب الكايناتيك انرجي، لان هي فكرتها اللي هي بتحول الكايناتيك انرجي الى بريشر، والبريشر الى كايناتيك انرجي على حسب الاحتياج. يعني انت لو عايز كيو هتيجي على حساب الضغط، ولو عايز ضغط هتيجي على حساب الكيو. زي ما قلنا ابسط مثال، انت لو عندك الادوار العاليه بتحتاج منها ضغط، فبالتالي بيحول جزء من الكايناتيك انرجي الى ضغط، وبيكون الطاقه البريشر او طاقه البريشر اللي جايه من البامب بتبقى اعلى بكتير من الكايناتيك انرجي في الحاله دي، تمام؟ لانه بدا يستهلك، لان الطاقه بتتغير بالتناوب، الكايناتيك على حساب البريشر والبريشر على حساب الكايناتيك. العمليه دي بتحصل ازاي؟ خلال الكيسنج، تشوفها مع بعض. ادي الاي اللي هي بياخد منها السحب، بعد كده يدخل على البامب. طبعا بيقول لك هنا ان ضغط الاتموسفير اكيد لازم يكون عالي، لانه هو بيعمل فاكيوم عشان يسحب، والميه هتمشي من الضغط العالي للضغط القليل، فلازم يبقى الاتموسفير اعلى من الضغط اللي هنا، اللي هو فين؟ اللي هو عند الدخول، تمام؟ لانه بيعمل فاكيوم. يدخل زي ما احنا شايفين كده. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. طبعا ده شكل الامبلر، هو بيلف بيسحب المية. Impeller is fitted inside a casing. شايفين بقى الكيسنج بتاعه، الكيسنج ده عامل ازاي؟ الكيسنج ده، الكيسنج اللي هو باين عندك كده اللي هو باللون الازرق ده، الكيسنج بتاع البامب. شوف الكيسنج، لو انت ملاحظ هتلاقيه هنا صغير ضيق، وبعد كده بيبدا ايه؟ يوسع، يبدا يوسع لحد ما يطلع بره. الحته دي هي اللي مسؤوله عن تحويل الكايناتيك انرجي للبريشر عن طريق الفوليوت كيسنج ده، بيبقى شكل الديفيوزر، واخد شكل الديفيوزر، بيقل مساحته، بتقل، يضغط وبعد كده يضخ، يضغط وبعد كده يضخ، يبدا الفلو يمشي، يبدا يتسحب من هنا، يبدا الامبلر يكسبه كاينتيك انرجي، يبدا يكسب الفلو كاينتيك انرجي، يعني بيديله طاقه حركه، بعد كده طاقه الحركه تتحول لطاقه ضغط على حسب احتياجك للفلو اللي انت عايزه في الاخر، او انت عايز توصله فين، على حسب. والله عايز تحول كل الكاينتيك انرجي لضغط، يبقى انت هتاخد الماكسيمم، يبقى مفيش، مش هتديك فلو وهيبقى اعلى ضغط، تمام؟ لكن عايز تحول جزء منها على حسب بقى الفليوت كيسنج ده. انت بتبدا اول حاجه الفلو يدخل، يبدا الامبلر يخبط في الامبلر، الميه يكتسبها طاقه حركه اللي هي الكايناتيك انرجي، بعد كده يبدا يدخل على الكيسنج هنا، الفليوت كيسنج بين الامبلر وبين الكيسنج، يبدا الفلو يبدا الضغط بتاع الفلويد يزيد نتيجه ضغطه هنا في الجزء بتاع الفليوت كيسنج، وبعد كده يطرده للمكان اللي انا ايه محتاجه. يبقى اهم حاجه، اهم حاجتين هما بيحصل جوه البامب، اول حاجه الامبلر، تاني حاجه الفليوت كيسنج اللي هو اللي انت شايفه اللي هو على شكل ديفيوزر بالشكل ده، اللي هو بيقل وبعد كده بيكبر، مساحته بتكبر، ده الديفيوزر، تمام؟ هو زي ما انتوا شايفين بيسحب من هنا، الامبلر بيلف يكسب طاقه حركه، وبعد كده يدخل على الفليوت كيسنج لحد ما يطلع لفوق. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure. تمام، دي فكره عمل الايه البامب، يعني بيسحب الميه ويطرد من هنا عن طريق الامبلر وعن طريق الفليوت كيسنج. طبعا هنا بقى بيتكلم على الانجلز والبليد انجلز والكلام ده، هنتكلم بيه او نتطرق له في الفيلوسيتي ترينجل، هنتطرق له في الفيلوسيتي ايه ترينجل ان شاء الله لما نيجي نشوف السرعات ونشوف الحاجات. طبعا دي بيتكلم عن ظاهره معروفه برضو هنتكلم عنها، اللي هي الكافيتيشن، من اهم المشاكل اللي بتحصل في البامب، دي من اهم المشاكل اللي بتحصل في البامب في ارض الواقع، الكافيتيشن وكل معظم الصيانه اللي بتحصل في البامب هتلاقي المشكلة الشائعة فيها اللي هي الكافيتيشن دي، هنتكلم عنها برضو بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو اللي بعد ده. من الظواهر المهمة جدا اللي بتحصل اللي هو بيحصل حاجة اسمها نقر، نقر في الامبلر، اللي أنت بتلاقي كده تهشم فيه زي جروفز بسبب حاجة اسمها الكافيتيشن. هنعرف سببها إيه اللي بيحصل عشان يعمل الكافيتيشن ده،
والكلام ده كله هنعرفه بالتفصيل. هنا بيتكلم على انواع الامبلر طبعا اللي انتوا خدتوها دي الكلوزد الامبلر، ده السيمي اوبن وده طبعا اللي هو الاوبن امبلر. بيختلف عن كل واحد على حسب انت محتاج ايه، على حسب الديزاين بتاعه، انت محتاج كيو ولا محتاج بريجر اكتر، على حسب كل واحد وكل استخداماته. موجوده في المحاضره ومشروح في الباوربوينت الخاص بالدكتور بالتفصيل. طبعا ده الشافت اللي بيتركب. طبعا الباب لما بتيجي تتحرك ما ينفعش هي تشتغل لوحدها، بتبدا تحط موتور كهرباء الكتريك موتور يوصل، يدي الالكتريك موتور يولد شافت باور، الشافت باور تتنقل عن طريق الشافت، وبعد كده تروح لمين، تروح تنقل تحرك الايه الامبلر بتاع البامب. فبيبقى عندك الكتريك موتور، الكتريك موتور ده بيتحط حول الالكتريك ميكانيكال، ميكانيكال باور تبدا تديك الحركه تنقلها للبامب، وبعد كده تبدا ايه تتحرك. تمام، دي فكرتها ببساطه، دي فكره البامبس ببساطه. بعد كده ان شاء الله هنتعرف بقى على الافشنسي. انت طبعا لما بتيجي تدخل الكتالوج عشان تعمل سيليكشن لبامب معينه، بتلاقي فيه يقول لك والله ده الاوفر اول افشنسي بتاعتها 90% 95%. طب ايه الاوفر اول افشنسي، ايه الكفاءات بتاعه البامب دي؟ قال لك بيبقى فيه كذا كفاءه بتحدد كفايه البامب. طبعا يعني انت مثلا البامب دي بتستخدم لتحويل الميكانيكال باور لهيدروليك باور، لانها بتديك يو بي، بتديك فلو ريت وبتديك بريشر، فدي اسمها هيدروليك باور. تمام، بتديها ميكانيكال تحولها لك لهيدروليك. طيب هل كل الميكانيكال بتتحول لهيدروليك باور؟ يعني لو مديها ميكانيكال باور 100 كيلو وات هتديك هيدروليك باور 100 كيلو وات؟ قال لك لا. قال لك ليه؟ لان بسبب ان في لوسز، اللوسز دي بتترجم لكفاءات على حسب كفاءة كل حاجة. بقول لك والله ان في ميكانيكال افشنسي، في هيدروليك افشنسي، في فوليومتريك افشنسي، ايا كان الافشنسي اللي احنا نتقابل لها، هي دي اللي بتمثل مقدار اللوسس اللي بيحصل في كل ايه بامب، لان مفيش حاجة بتبقى مثالية، لازم يبقى فيه ايه شوية لوسس. فمش بتديك الحاجة بالظبط زي ما هي متصممة عليها، لا بتديها لك اقل بشوية، بس بتبقاش اقل بكتير، يعني اقل بحاجة بسيطة بسبب الحاجات اللي بتحصل جواها، بسبب اللوسز سواء كانت في الميكانيكال، في الهيدروليك، في الفولومتريك. الكلام ده هنعرفه بالتفصيل حالا. طيب زي ما قلت لك هنا ادي البامب، البامب ده بيبقى موجود هنا اللي هو الموتور، ادي الموتور، وبعد كده البامب يبدا الموتور يلف، يبدا يحرك الشافت، بعد كده يحرك الايه البامب بتاعتي. طيب الموتور هيديك الكتريك موتور، بعد كده يتولد منه اللي هي الشافت باور، الشافت باور اللي هي الباور اللي هتحرك مين، البامب اللي عندي. يبدا الشافت باور يتحرك، بعد ما بيتحرك المفروض يطلع لي الباور اللي طالعه من البامب اللي هي مين، الروتور باور. والروتور باور خلي بالك لها اسمين، لا اما سماها روتور باور لا اما هيدروليك باور. تمام، الروتور باور اللي هي الايديال اللي هي المثاليه اللي مفروض البامب دي تديها لك، ولكن مش هتديك الروتور باور، هتديك حاجه اسمها الهيدروليك باور اللي انا هستفيد منها. لكن خلي بالك دي قبل وانا بصمم البامب، بقول لك الطبيعه هيدخلها شافت باور هتديك روتور ايه باور. الروتور باور اللي هي المثاليه اللي المفروض اللي انا اخدها منها. تمام، ولكن هي مش هتوصل للروتور باور، هتوصل للهيدروليك ايه باور. تمام، طيب تعالى بقى، المفروض هنا الشافت باور هتدخل، المفروض تتحول كلها لايه، للروتور باور. طيب قال لك مش هتتحول كلها للروتور باور، ليه؟ لان بسبب اول لوسز هتقابلك اللي هي الميكانيكال لوسز. الميكانيكال لوسز نتيجه ايه؟ ان انت موصل هنا بامب، موصل البامب على الموتور بميكانيكال شافت او شافت، عندك شافت، الشافت ده هيبدا يدور فبينقل الحركه من هنا لهنا. عشان توصل الشافت ده بيبقى فيه فلانشات وفي طبعا بيرنج عشان يمنع الفريكشن والكلام ده كله، الكلام ده كله بياخد جزء من اللوس، بيحصل لوسز في الميكانيكال باور او الشافت باور نتيجه اللي هو بيلف وبيحصل احتكاك وبتحول جزء من الميكانيكال لحراره والكلام ده كله، فبتبدا الشافت باور تقل شويه وبتترجم ان هو بيفقد منها جزء من الانرجي على طريق الميكانيكال لوسز. تمام، خدت منها شويه من الميكانيكال لوزز، يبدا يديك الروتور باور. بقى الروتور باور دي